الميراث ده بناخده لما حد بيموت، الوصية الميراث بتوزع بعد الديون، تمام؟ اللي بيتبقى بيتوزع بالأنصبة الشرعية على حسب الورثة الموجودين. احنا أصلاً مفيش قوانين للمواريث، المواريث من الشريعة سواء مسلمين أو مسيحيين. خلينا نتفق على الأساسيات، تمام. بابايا كتب لأخويا حاجات قبل ما يموت، مالناش دعوة، الموضوع خلص، ده بإرادته ده بره الحرة، الميراث، ده كتب بره ده بيبقى الميراث، بيع ما وشراء نتكلمش في الموضوع ايا ده كان. تاني. اه كتب بيع وشراء بالظبط، مش بيع وشراء تنازل. احنا ما نتكلمش فيه، ما نرجعش نقول ده بابا كان عنده لا، اللي بتبقى من طول ما الأب عايش وبيتصرف في أملاكه هو هو حر، حر، مالناش فيها.